زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، مهرجان متنوع فيه تفاصيل كتيرة جدا وفعاليات كتيرة. دلوقتي طبعا بما اننا هنتكلم عن الفعاليات الرياضية، وزي ما حضراتكم شايفين في الشاشة بدأ الشباب يتوافدوا للمشاركة في هذه الفعاليات الرياضية. في فعاليات رياضية كتيرة جدا، عشان كده بنقول انه هنلاقي فيه جمهور مختلف ومتنوع، كل واحد بيحب حاجة هيلاقيها موجودة في هذا المهرجان. دلوقتي احنا معانا مصطفى حسن، هو المسؤول عن تنظيم هذا الحدث الرياضي واحداث رياضية تانية كتير. صباح الخير عليك. صباح النور، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله جميل الحمد لله. انا شايف في شباب كتير قوي، قبل ما نتكلم عن الفعاليه، شايف في شباب كتير قوي مصريين بداوا يسخنوا يعني. بالظبط، ما هو كله ما هي هتبتدي النهارده ان شاء الله الفعاليه الاولى اللي هي التيك بول تورنمنت. دي البدايه يعني للفعاليه. طيب عظيم، احنا عايزين نفهم اكتر ونفهم الناس عن اللعبه دي، التيك بول. لعبة التيك بول دي لعبة اشتهرت قوي من 5 سنين، وابتدت تلقي اعجاب جمهور كتير، واغلبيتهم بيكونوا بنات. وده حاجة من اهم الحاجات اللي انا فكرت فيها، انه عشان نبتدي نشجع البنات هنا في مصر، ان احنا نبتدي نجيب لعبة التيك بول دي ونبتدي نستضيفها هنا. فالحمد لله استطعت اتواصل مع بطلة العالم اللي في البرازيل ناتاليا، والموضوع كان فيه شد وجذب كتير، بس الحمد لله قدرنا نوصل ان هي تبقى موجودة معانا، وهي حاليا موجودة معانا، وهتبقى يعني خلال دقايق هتكون موجودة ان شاء الله. جدا. انا شايف فيه فعلا زي ما انت قلت، فيه كان فيه بنوته هنا واقفه بتلعب، وبعدين انا جربت بس بصراحه ما عرفتش. تعرف تلعبها؟ انا شويه مره. لازم نشوفك بصراحه وانت بتلعب. تعال نجرب. ماشي. لا هي ما هو ده الاوبجكتيف، او ده الهدف من انه نجيب لعبه زي دي، انه نشجع البنات ان هم يبتدوا. لا يا جماعه، الكوره مش بس ولاد، لا ده احنا موجودين، واحنا كمان عايزين نشارك فيها وعايزين نلعب. فده اللي خلانا نشجع ان احنا نجيب مايا دي، برده بطله عالم في صربيا، برده هي معانا برده في الاحتفاليه في الفعاليه، وهيجوا وهيشجعوا البنات وهيبتدوا يلعبوا كمان مع البنات، وهينافسوا ضد الولاد. فهتلاقي كومبيتيشن لذيذه، هتلاقي كل الناس موجودين بيشاركوا، فهتبقى حاجه لذيذه جدا. طيب عظيم، قبل ما نروح للرياضه تاني، عايزين نفهم الناس اكتر عن طبيعه اللعبه وقواعدها. التيك بول طبيعه اللعبه هي لعبه بتتكون من زي البينج بونج مثلا، زي البينج بونج بس بالرجل. بالظبط كده، بس هي بتبقى يا اما لمستين، يا اما لمسه واحده، يا اما 3 لمسات، على حسب. هي بتتلعب باثنين بيلعبوا اثنين، سواء ولد وبنت او ولدين او بنتين او بنتين، وبيلعبوا زي ما انت شايف ضد بعض كده، او ممكن واحد بيلعب بواحد، يعني بتبقى يا اما سنجل يا اما دبل. فبتتلعب بقى لمسه او لمستين، ويحاول ينشنها في الترابيزه يعني. طيب شايف اهميه الاهتمام بالرياضه ايه في المهرجان ده؟ انا شايف يعني سبورت مش طبيعي من الوزاره، من كل الوزارات عموما، حتى وزاره الثقافه ووزاره الرياضه ووزاره السياحه، كل الناس اللي هنا في العالمين بيشجعوا وبيحاولوا يساعدونا بكل الطرق. انا ما كنتش متخيل اصلا كل ده، انا بقالي 4 شهور بنظم الموضوع، ما كنتش متخيل هو هيكون بالايجابي ده. لا انت جيت لنقطه مهمه، بقالك 4 شهور بتنظم، عايز اعرف بقى ايه الاستعدادات اللي انت خدتها عشان في النهايه نصل الى هذا الشكل. بص، هو ساعات كتير قوي وديتيلز كتير قوي، بس انا بتكلم في اكتيفيتي واحده. انا عامل لسه هنكمل على فكره، هنكمل بقيه الانشطه. بالظبط، احنا النشاط التاني هو اكتر حاجه اصلا يعني الناس نفسها فيها ووحشاها، ان هو تشوف الجيل الذهبي. فانا جمعت لهم كل الجيل الذهبي مره تانية يرجعوا يشوفوه على في العالمين، مدينه العالمين في نورث سكوير. وده حاجه يعني اعتقد الناس هتبقى مستنيه تشوف كابتن حسام غالي وكابتن احمد حسن وكل السوبر ستارز بتوعنا. احنا مش بنستنى نشوفهم بس، بنستنى نشوف لمساتهم كمان. يعني لو في كوره كده هم قاعدين مع بعض بيقسموا، بنستنى احنا نشوف. هو ده المطلوب. عشان كده عملنا مدرجات، عملنا حاجه جديده عمرها ما حصلت قبل كده، مدرجات على البحر. الناس تقدر تتفرج وتتبسط في نفس الوقت، بيقضوا ويكند لذيذ في الساحل، وفي نفس الوقت بيتبسطوا مع عائلاتهم مع اصحابهم. فدي هتبقى لذيذه، فايب لذيذه لكل الناس. طيب ايه تاني من الانشطه الرياضيه؟ كره القدم الشاطئيه. بالظبط، هيبقى في كره قدم شاطئيه، ده هيكون الفتره المسائيه، والفتره الصباحيه هتكون التيك بول زي ما انت شايف، هتكون دوره بيشارك فيها كل الناس، بيقدروا يخشوا ولد بنت ست كبيره بتحب تلعب كوره، راجل كبير بيحب، اي حد محتاج يشارك بيخش يشارك في البطوله، وهيلعب تيك بول عادي، وبعد ما يكسب هيلاعب ناتاليا بطله العالم وبطله صربيا على النهائي. ومش بس كده، هو في كمان اصلا جوائز نقديه كبيره، فاعتقد دي هتكون بتشجع الناس اكتر ان هم يجوا يلعبوا ان شاء الله. لا واحنا هنواصل متابعتنا بصراحه للموضوع، ان انا عجبتني الرياضه. الرياضه دي كل حياتنا، فهنعيش ازاي من غيرها؟ لا هكمل لعبه دلوقتي. يلا بينا. يلا بينا حبيبي، ربنا يخليك.